مساء الخير. من بوابة صعوبة تدبير التمويل طارت الانتخابات البلدية والاختيارية المرجأة أساسا من أيار الماضي لتزامنها مع الانتخابات النيابية. التأجيل الثاني رسمت ملامحه اليوم في جلسة اللجان المشتركة التي شهدت انقساما نيابيا، حيث طالب عدد من النواب بالتمويل من حقوق السحب الخاصة. بأي حال، حسم التأجيل يستلزم عقد جلسة نيابية عامة سارعت القوات إلى تأكيد رفض مشاركتها في أي جلسة للتمديد للبلديات انطلاقا من رفضها التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وكذلك فعلت الكتائب. وفيما تتأكل رواتب القطاع العام مع كل قفزة دولار، أقرت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، أقرت الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام على أن يعقد مجلس وزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها وإقرارها. ملف النزوح السوري حضر في لقاء المطارنة الموارنة الذين جددوا رفضهم القاطع للممارسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيا إلى توطينهم، كما استنكر مجلس المطارنة تحويل جنوب لبنان صندوقا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. رئاسيا، كل الخطوط بين دول القرار مفتوحة، وتحديدا دول الاجتماع الخماسي الذي من المقرر أن يجتمع مرة جديدة وترجيحا في الرياض، فيما ترددت معلومات عن أن الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية سيعود قريبا في زيارة ثانية إلى لبنان، وذلك قبل انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 من أيار المقبل. عاصمة المملكة شهدت اليوم على حدث إعادة فتح السفارة الإيرانية للمرة الأولى منذ 7 أعوام بموجب اتفاق لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران. البداية من الانقسام النيابي في جلسة اللجان المشتركة وأبو صعب شبه استحالة إجراء الانتخابات البلدية التي التأمت لدرس تمويل الانتخابات البلدية من خلال صرف اعتماد من موازنة 2022، خلصت إلى تأكيد المؤكد وفق تعبير نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب الذي رأس الاجتماع وخرج متلقفا كرة تطير الانتخابات عبر تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023. نحن وصلتنا رسالة، الموضوع منه جدي، لو انه جدي كان على القليلة من وراء اخر جلسة ما بدها شيء معهم ساعتين بتتأمن الاموال، بيصير في اجتماع مع المحافظين، لانه كمان سألنا الست فاتن ونحن كنا حاكين مع المحافظين ومع القائم مقامين بالمناطق، ما صار في اجتماع تنسيقي معهم لتاريخ اللحظة. بالتالي موضوع إجراء انتخابات البلدية والمخترة موضوع صار شبه مستحيل. بعد في عنا أقل من شهر لأول استحقاق، وسكرت المهل ببارح، بتسكر المهل قريبا وما في ترشيحات. أنا راح أتقدم اليوم باقتراح قانون بتمديد المجالس البلدية والاختيارية ل4 شهور. ما حدا بده يتحملها، أنا مستعد أتحملها، بس ما بدنا نضل نكذب على العالم ونقول قادرين نعمل انتخابات والانتخابات ما راح بتصير. أنا راح أتقدم هذا الموضوع بصفتي الشخصية، أنا التكتل بعد ما أني حاكي معه. واللافت خلال الجلسة كان غياب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الداعم الأول لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، والذي أرسل نيابة عنه المديرة العامة لشؤون سياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس، كما أن وزير المال يوسف الخليل لم يحضر أيضا، وأرسل نيابة عنه مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء شريف، علما أن المولوي وخليل كانا يشاركان في الوقت نفسه في اللجنة الوزارية في السراي. بدوره أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية جورج عدوان أننا لن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات انطلاقا من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. بشكل واضح أن الحكومة ما عملت ولا شيء جدي لإجراء الانتخابات البلدية.
أما النائب فراس حمدان فأشار بعد الجلسة إلى أنه لا إمكانية لإجراء الانتخابات البلدية، والنواب بدأوا الحديث بالنظام، فيما أصريت مع النائب ملحم خلف على التطرق للمواد الدستورية المتعلقة بعقد جلسات متتالية لحين انتخاب رئيس. أما النائبة حليمة قعقور فرأت أن ما حصل في اللجان المشتركة غير مقنع. بعد ما نرجع نأجل، وين انتظام عمل المؤسسات الديمقراطية؟ أي قرار عم يطلع بالتأجيل أو عدم الحماس لإله عم يتحججوا بأنه لا هن مش جاهزين حتى لو جبنا مصاري. أي قرار بالتأجيل هو بحسابات ضيقة لكل حزب، ما حدا عم يشتغل كدولة. الرئيس بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع يعقد بعد ظهر الغد في عين التينة. وفي السراي اتفاق على زيادات للقطاع العام في اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، حيث تم الاتفاق على أرقام الزيادات المقترحة للقطاع العام على أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لدرسها وإقرارها. وزير الثقافة محمد مرتضى قال إن الأرقام النهائية غير واضحة بعد، وتم الاتفاق على أن الزيادة بأكثر من راتبين وإعطاء بدل نقل يومي ما يقارب 5 لترات من البنزين، ما يسمح بوصول الموظف إلى مركز عمله. من جهته وزير العمل مصطفى بيرم لفت إلى أن مضاعفة الرواتب أكثر من مرتين لم يتم الاتفاق النهائي عليها، وأشار وزير التربية عباس الحلبي إلى أنه تم طرح سيناريو جديد وأن البحث جار. بدوره وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه أشار إلى إمكان رفع الإيرادات قائلا: وعدنا بإقرار اقتراح مرسوم الأملاك البحرية بما يعني تأمين الإيرادات من دون ضرائب. نشد المطارنة الموارنة النواب لتحكيم ضمائرهم والتعامل بإيجابية مع الاستحقاق الرئاسي، وذلك خلال اجتماعهم الشهري في صرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، حيث عرض المجتمعون لشؤون كنسية ووطنية المطارنة الموارنة استنكروا محاولات تحويل الجنوب إلى صندوق لتبادل الرسائل. تابع الآباء التحرك السياسي والدبلوماسي المحلي والعربي والدولي، والذي يعطي الأمل بأفق واعد على صعيد إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ويناشدون النواب والكتل النيابية تحكيم ضمائرهم والتعامل بوطنية وإيجابية لإنجاح هذا الاستحقاق. ثانياً، يحيي الآباء النواب المسيحيين الذين استجابوا إلى دعوة صاحب الغبطة إلى نهار للصلاة والتأمل في مركز بيت عنيا حريصة الأربعاء في 5 نيسان الجاري، ويرجون أن تكون فسحة العودة إلى الذات هذه فرصة مباركة لتفاعل مثمر في تحمل مسؤولياتهم مع شركائهم في الوطن وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية. ثالثا، يستنكر الآباء بشدة المحاولات الهادفة مجددا إلى تحويل جنوب لبنان صندوقا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية، ويطالبون الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم على تطبيق القرار 1701، يبدي الآباء رفضهم القاطع للممارسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعياً إلى توطينهم، ويعتبرون ذلك مع اللبنانيين جريمة في حق لبنان تهدده في وحدته وفي وجوده وفي حق السوريين بالعودة إلى وطنهم. أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق إضرابها بناء على الإيجابية التي أبداها وزير المال خلال اجتماعه مع وفد النقابة، وأيضا نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية.
ملف الكهرباء أيضا حضر في السراي وهو محل متابعة في السراي، حيث رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة بملف الكهرباء، وتم البحث أيضا في الإجراءات المطلوبة في حق الإدارات الرسمية التي لا تلتزم عملية الدفع، وتداول المجتمعون ما ظهر من تحسن في عملية جباية الفواتير. على صعيد آخر، نقل النائب وليد البعريني عن الرئيس ميقاتي استعداده لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. أضاف بعريني: إذ لم يكن هناك رئيس للجمهورية حرام أن تجري الانتخابات البلدية، ولهذا أتمنى تأجيلها وتحويل الأموال المخصصة لها لموضوع الطبابة في لبنان. ومن زوار السراي، النائب السابق عبد الرحيم مراد ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران. في بيان مشترك، أشار الرئيس ميقاتي والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي الجهات المانحة والمجتمع المدني في لبنان إلى أن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار أنشئ عقب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت ليكون بمثابة منصة شاملة وفريدة لتنسيق جهود التعافي التي تركز على سكان المناطق المتضررة، وليوفر خطة شاملة لدعم الإصلاحات والاستثمارات الخاصة بإعادة الإعمار. وشددت الجهات المعنية على أنه لتحقيق هذه الغاية سيواصل الإطار لعب دوره كمنصة فريدة لحوار شامل على صعيد السياسات وإحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإتاحة الدعم الدولي والاستثمارات في مجال إعادة الإعمار. وبحسب البيان، سيستمر الصندوق الائتماني المخصص للبنان في توجيه التمويل لدعم تنفيذ الأولويات المتفق عليها. مسؤول الصفحة الاقتصادية في صحيفة نداء الوطن منير يونس، وفي حديث لتلفزيون لبنان ضمن برنامج لبنان اليوم، توقع أن يشهد سعر الصرف استقرارا نسبيا خلال فترة الأعياد بسبب زيارات المغتربين وتحويلاتهم، ولكن بعد الأعياد المسار تصاعدي. جواب المدى القصير، اليوم نحن بمناخ عطلات، شهر نيسان في كذا عطلة، صحيح، ففي وفدين أو مغتربين جايين على البلد فبينفقوا شوية دولارات. هذه الدولارات بيستفيد منها حاكم مصرف لبنان أو مصرف لبنان، بلمها من السوق للناس ما تصرف، وبيحط عنده خزينة دولارات يتدخل على المنصة عبر فيها على المنصة. كمل هيك شفنا شوية هلا استقرار. نعم. يعني في عندك هالعطلات هيدي، وفي طبعا في إقفال البنوك بالعطلة فالتداول منه عالي، فهو مستفيد من مطرحين: مطرح انه في دولارات عم تنصرف هو قادر يلمها، وفي انه ايام التداول والتعامل قليلة هيدا الشيء، صحيح، فبالتالي هو عم يراكم هالشوية الدولارات اللي بيخليهم ليتدخل على المنصة. فبيمكن بالأيام والأسابيع نحن اللي نحن فيها يكون في استقرار نسبي لسعر صرف الدولار. هلا بعد عيد الفطر قديش بيكون عنده مخزون أو قديش بيخدمه، هي إلى علاقة بمعادلة صار معروف تقريبا أنه لازم يضخ على المنصة بأيام التداول بين 70 و80 مليون دولار حقيقيين، مش أرقام. نعم. بدأ يعني، لأنه في مرات الأرقام بدأ تشيك إذا كان ضخم أو لا، في تريكس يعني. لازم ضخ 70 ل80 مليون إضافة لرواتب القطاع العام طبعا، أكيد طبعا، حتى نحافظ نسبيا على الاستقرار. وعم أقول نسبيا، ممكن شوي يطلع شوي ينزل. وقت اللي بينزل عنده الضخ، خلينا عيننا على المنصة، انه على المنصة بتعرفي قديش التداول اليوم، صحيح، بس يبلش ينزل دخل 80 60 50، اعتبري انه دولار بده يطلع، دولار بده يطلع، يعني هذا معيار صار مجرب كذا مرة. عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعا مع وزير العمل مصطفى بيرم ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر، وتركز البحث في إرساء تفاهم ناجز بين أفرقاء الإنتاج للاستجابة للمتطلبات المعيشية والحياتية للعمال والموظفين. وقد أبدأ كركي استعداده للنظر في كل الملاحظات المحقة التي طرحت حول بعض الأمور المتعلقة بالضمان. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب سفيرة فرنسا أنغريو، وتناول البحث التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
قضائيا أخلى قاضي التحقيق في جبل لبنان سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع الموقوفين معها في ملف فساد النافعة، وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي رفضا أو موافقة. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان بحصيلة التدابير الأمنية خلال شهر أذار 2023 التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تم توقيف 595 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجناح متعددة، منها الاتجار بالمخدرات، القيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد شملت المضبوطات 71 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات. سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. المزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. مؤتمر صحفي لمجموعة العمل للنهوض ببيروت في مقر جريدة اللواء للإعلان عن خارطة الطريق للنهوض باتحاد الجمعيات والعائلات البيروتية. انطلاقا من انتمائهم إلى مدينة بيروت وعطفا على الوضع السائد في اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ورفضا لتسييسه، بادرت مجموعة العمل للنهوض ببيروت إلى تقديم مقترحات لتصويب مساره والإعلان عن خارطة الطريق للنهوض باتحاد الجمعيات والعائلات البيروتية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر جريدة اللواء. ما هي أبرز المشاكل التي تواجه هذا الاتحاد؟ يعني بالواقع الخلافات فيما بين أعضاء الاتحاد، اتجاهات دخول اتجاهات سياسية مختلفة تتصارع داخل الاتحاد، ما حصل نتيجة الخوض الاتحاد انتخابات نيابية الأخيرة بشكل إفرادي وبعكس القرار بجماعة الاتحاد، كل هذه العوامل تجمعت وأدت إلى حدوث هذه الإشكالات داخل الاتحاد وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في شباط الماضي إلى المرحلة المقبلة. ما هو دور مجموعة النهوض ببيروت؟ نحن أساس جامعيين مثقفين ومعنا أصحاب رأي ورجال أعمال، رأينا الاتحاد بمسيرته الأخيرة والانتخابات عم بيسيء لنفسه وبيسيء لبيروت من خلال الصراعات السياسية الحزبية ودخول السياسيين بشكل فاضح على العملية الانتخابية. تبادرنا وناقشنا مع بعض وحطينا تصور كيف يمكن تحويل الاتحاد، تصويب مسيرته بحيث يحقق الأهداف الأساسية اللي تأسس على أساسها، اللي هي التنمية الاجتماعية، خدمة بيروت، خدمة أهالي بيروت. بيتم اختيار ممثل العائلة، وهل في مواصفات أو شروط معينة يستند عليها؟ هو بالحقيقة كل عائلة بتجتمع وبتقرر تشكل جمعية اجتماعية للنهوض بعائلتها، وخاصة تقديم المساعدات لفروع العائلة التي تحتاج إليها. طبعا أول شغلة بيصير أنه بده يتملى كجمعية رسمية علم وخبر ويتم الانتخاب. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بتقدم طلب انتساب للاتحاد اتحاد جمعية العائلات البيروتية، هون ساعتها بيندرس الطلب وبيتم الموافقة عليه من بعد ما يتم دفع الرسوم. فبالتالي ما فيها مسألة منا معقدة، ما حدا في يمنع أي عائلة من أنه تكون عضو بالاتحاد جمعية العائلات البيروتية. في المهلة الفاصلة عن إجراء الاستحقاق، مصارعة لإنهاء التجاذبات التي حالت دون إتمام الاستحقاق في موعده. وزير الصحة تفقد مركز واحة الحياة في الأشرفية ونوه بالاهتمام بالرعاية المتكاملة، مشددا على أن مشاكل القطاع الصحي تحل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال دكتور فراس الأبيض مركز واحة الحياة أوازيس دوفي المتخصص في تقديم الرعاية للمرضى والمسنين والتابع للجمعية الخيرية لطائفة الروم كاثوليك في بيروت وضواحيها، واطلع على سير العمل في الأقسام.
الوزير فراس الأبيض توقف بعد جولته على أرجاء الواحة عند أهمية المركز من حيث استراتيجيته. حقيقة في نظامنا الصحي اللي كتير أيام بيركز على موضوع الاستشفاء والعلاج، واللي أيام بيفتقد نوع من النظرة التكاملية لصحة يعني المواطن أو الإنسان، اللي هي تتعدى بس موضوع الاستشفاء أو الدواء لحتى يروح للعناية بكل مراحل حياته، إن كان من أول ما يخلق أو كذلك يعني المرحلة الكتير المهمة، وهي مرحلة اللي ما بده فيها استشفاء بس بده مساعدة. كما أشار إلى أن زيارته إلى مركز واحة الحياة شكلت بدورها فاتحة للبحث في كيفية تعاون الوزارة مع مراكز الرعاية التي ينشئها القطاع الخاص. رئيس مركز واحة الحياة روجين سنيس أكد أن افتتاح مركز واحة الحياة تم بعد سنوات عديدة من الجهد والمثابرة، وهو مبادرة لكل اللبنانيين. واحة الحياة مبادرة من الطائفة إلى كل اللبنانيين، إنها ثمرة التضامن، إنه رمز التعاضد في وطن الطلاقي. واحة الحياة هي أكثر من مركز رعائي متخصص، وهو يجسد إرادتنا في تطوير مبدأ الإحسان لكي يأخذ بعض العمل المؤسس. بدوره شدد المدير التنفيذي لمركز واحة الحياة على ضرورة وجود أعمال إنسانية كهذه في لبنان في هذه المرحلة الصعبة. أسوأ ما يمكن أنه ما نستمر، ولكن سوف نستمر، سوف نستمر، لأن هذا العمل الإنساني الهام هو ضروري جدا لهذا البلد. ونحن جميعا في الجمعية الخيرية نضع جهدنا ومالنا ونطلع إلى من يمكن أن يساعدنا. اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل أبهرت حكام نصف النهائي في برنامج لافوا بنسخته الكندية بعدما حصدت تصفيقا قل نظيره في برامج المواهب العالمية، واستطاعت هذه الشابة مرة جديدة أن تأسر القلوب بغنائها دامور ودامتيه للفنانة العالمية سيلين ديون، وتلفت الانتباه إلى موهبتها المتكاملة غناء وعزفا، وهي التي اختارت التوزيع الموسيقي لكل فقراتها مدخلة عليها بعضا من الموسيقى الشرقية. في صفحتنا الدولية، السفارة الإيرانية تفتح أبوابها في السعودية. إعادة فتح السفارة الإيرانية في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ 7 أعوام تتويجا للاتفاق بين إيران والسعودية برعاية الصين عنوان المشهد الإقليمي، تكريسا للمصالحة التي تمت بين البلدين بعد سنوات من الخصومة التي تركت تبعات في مجمل المنطقة. وفتحت البعثة الدبلوماسية أبوابها بعد ساعات من قول وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا فنيا وصل إلى المملكة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: سيتخذ الوفد الإيراني الإجراءات المطلوبة في المملكة لاستئناف أنشطة السفارة والقنصلية العامة.
السفارة الإيرانية كانت قد أغلقت في السعودية منذ أن قطعت المملكة علاقاتها في إيران عام 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران على خلفية خلاف شديد بين البلدين بشأن إعدام الرياض لرجل دين. وطلبت المملكة فيما بعد من الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، بينما أجلى الطاقم العاملين من السفارة السعودية في طهران. في زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوريا إلى السعودية منذ 11 عاما، وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مطار الملك عبد العزيز، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، المقداد يزور المملكة في إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا. وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان إلى القاهرة في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات روسية من بينها مؤسسة الطاقة النووية الروسية وتقدم روسي كبير في بخموت. أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي متقدم عابر للقارات بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة. وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن طاقما قتاليا أطلق بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات ICBM من نظام صاروخي أرضي متحرك من موقع التجارب في كابوستان يار الثلاثاء، وعلى وقع استمرار محاولات الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مدينة بخموت. أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أن قواته تسيطر على أكثر من 80% من مدينة بخموت المدمرة في شرق أوكرانيا، وذلك في أعقاب إحدى أشد المعارك وأكثرها دموية في الحرب، فيما أكد مسؤولون عسكريون أوكرانيون أن قواتهم ما زالت صامدة أمام الهجمات العنيفة وتمنع القوات الروسية من التقدم في بخموت التي كان يقطنها 70,000 نسمة قبل الحرب. وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة الدفاع عن بخموت، لكنه أقر بإمكانية سحب القوات إذا تعرضت لخطر التطويق. وفيما يتعلق بالدعم الغربي لأوكرانيا، كشف وزير الخارجية الأوكرانية أنه تلقى تأكيدات من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بدعم أمريكي ثابت. على صعيد آخر، أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى أن البنك مستعد للقيام بدوره في إعادة أعمار أوكرانيا بعد الدمار الناجم عن الغزو الروسي، لكنه أضاف أن المؤسسات المالية الدولية لا يمكنها أن تتحمل وحدها المبلغ اللازم لذلك، وأن على الدول الأوروبية الغربية المساهمة فيه. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.